ودخلتوا يعني مرحله ان انت بري سكول تقعدي تعلمي ايه بي والف ب وكده؟ بس لسه ما دخلناش حضانه الحقيقه. بتعملي ايه؟ بتعلمي ازاي بقى يا ساره؟ والله ادينا بنحاول بمجهود ساندي. مجهود مين؟ ساندي. ساندي بنتك. ازيك يا ساندي؟ سلمي على ساندي. انت طبعا تعبانه جدا صح؟ دي اختهم الكبيره. يعني هي بتاخد حاجات في الحضانه فبتيجي تطبقها في البيت بقى وتقعد تعلي صوتها وهم يقولوا وراها فبيتعلموا منها من عندها. النوم بتنيموه ازاي؟ لا النوم سهل بالنسبه لي دلوقتي في المرحله الحاليه الحمد لله رب العالمين. يعني الساعه 11 خلاص بنطفي النور كله ينام كله ينام خلاص. لا النوم الحمد لله بقى سهل جدا. يبقى انت مشكلتك في 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 اللعب لما بيلعبوا؟ اللعب زي ما حضرتك شايفه 24 ساعه ما بيفصلوش غير وقت النوم عشان ما نبقاش كذابين، ما بيلعبوش وهم نايمين، بيلعبوا وهم صاحيين. انت بقى جهازك العصبي بقى عامل ازاي؟ انا جهازي العصبي اتدمر، انا عايش على المهدئات. لا بعد الشر عليك، بعد الشر عليك. انت بجد بتاخدي مهدئات؟ انا باخد، اخدت مهدئ لفتره يا روحي. معلش فترة قصيرة وان شاء الله. فترة قصيرة ومنعتها انا بنفسي. عشان تقدري تكملي. عشان تقدري كان في الوقت اللي محتاجين فيه فعلا مهدئ. كان في الوقت ده. انما دلوقتي هو يعني انا على قد ما بقدر بحاول. انا فاكرة انتوا كنتوا بتكلمونا انه عشان كده سألت رشا انه ازاي البيت يتظبط، ازاي مين هيقعد فين والليفنج وال هو كان عندنا بيت. كان عندنا عفش كويس جدا جدا جميل جدا بصراحه. والله انا كنت عروسه زي اي عروسه وجوزي كان مجهز بيت حلو قوي قوي الحمد لله. كان اوضه نوم رائعه، كانت الله يرحمها كانت جميله. كله اتدمر، ضرب في الارض ومدير مقلوب كده يعني. الحمد لله. بس بقيتي يعني اكيد بقى بالك طويل يعني خلاص. ما بتتعصبيش على اي حاجه؟ جدا جدا بقى بالي طويل جدا فعلا. طيب وعشان تتعايشوا اكيد البيت ما عادش نفس التقسيمه الاولانيه، يعني فكره انه يعني اكيد حاجات دخلتوها على بعض، العيال بتنيمهم في حته يعني الناس. والله انا بحاول جدا ان احنا كلنا ننام في مكان واحد. انا 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 كشخص. انا وهم. انما يوسف له اوضه لوحده يعني هو شقيان برضه طول النهار. فمش هينفع كمان يبقى حد. لا انا بحاول ان احنا بس طبعا الاوضه اللي تاخد 5 سراير دي صعب تقسيمتها. مش 5 سراير، احنا بنجيب سريرين، هم سريرين وبنضمهم على بعض ونعيش. لما يكبروا هسه. أيوة السريرين دول مش السريرين هيبقوا 4 بفوق بعض. يعني انا بفكر في ده. تفكري فعلا في ده؟ بس يبقوا فوق بعض. ما يهمكيش بقى شكلهم حلو شكلهم وحش. لا 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 الشكل ده خلاص ده احنا ننساه. شكلي ايه؟ شكلي اللي حلو. احنا محدش بيجي لنا الحمد لله. انت قلتي لي زمان ما بتجيش بتخرجي، هتخرجي مين وتفضلي محرجه وانك تكسري حاجه لحد؟ ما اقدرش اخرج اروح في حته، ما اقدرش بصراحه.